بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جائزة كتارة لتلاوة القرآن في دورتها الرابعة وتحت شعار زين القرآن بأصواتكم. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. إنه القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. هنا نلتقي تحت ظلال القرآن ونتفيأ آيات الله سبحانه وتعالى. بداية أرحب باسمكم مشاهدين الكرام بأعضاء لجنة التحكيم مبتدئا بالشيخ أحمد المحصراوي. مرحبا بك شيخ أحمد. أهلا بك شيخ عبد الله. حياك الله شيخ عبد الرشيد صوفي. الله يحفظك شيخ عبد الله. شيخ بلال بارودي حياك الباري. الله يحييك أخ عبد الله. أيضا الترحيب موصول باسمكم مشاهدين الكرام إلى لجنة الأداء الصوتي الأستاذ بهلول أبو عرقوب والأستاذ محمد أمين مشالي والأستاذ عاصم البني الذين سيشاركوننا عن بعد في تقييم المتسابقين في حلقات هذا البرنامج. بداية مشاهدينا الكرام قبل سماع كلام الله سبحانه وتعالى يتفضل الشيخ عبد الرشيد صوفي بوقفة تدبرية مع آية من آيات الكتاب الحكيم. تفضل الشيخ عبد الرشيد. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. موجز لحياتك أيها الإنسان من بدئك لنهايتك، مهما كنت الآن ومهما علت مرتبتك وأين وصلت في دنياك، مر بك أو مرت بك هذه الأطوار: سلالة من ماء مهين، نطفة من ماء لو أصابت ثوبك لبادرتها إلى الغسل. أيها الإنسان لا تذهب نتيها وكبرا على ربك، فمبدأك الذي منه خلقت النطفة نفسها مختلف في نجاستها وطهارتها، ثم كنت علقة دما متجمدا عالقا في جدار رحم أمك، يذهب الناس ويأتون، ربك جل جلاله الذي أحاط بك بلطفه وإحسانه، ثم تحولت إلى مضغة وخلق الله من هذه المضغة عظمك أو عظامك كما هي وركبها سبحانه وتعالى، فكسى العظم لحما وكسى اللحم جلدا وشق سمعك وبصرك ووهب لك الحياة وأنت في بطن أمك وربط بين أمعاء أمك وسرتك، فكنت برهة من الزمن قوتك من هذا الحبل السري، ثم انقضى مدتك في بطن أمك وأخرجك الله إلى هذا العالم، ثم نهايتك أن تموت وليس الموت بنهاية، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وسينتهي إلى سمعك ولو كنت تحت أنقاض الأرض ملايين الدهور صيحة الحق حين يقال: أيتها العظام البالية واللحوم الممزقة والشعور المنتفى، إن الله يأمركم أن تقوموا لفصل القضاء، فتقوم ذاك اليوم مع العالمين لرب العالمين جل جلاله.
فما يمضي عليك مدة إلا وتنادى باسمك فلان ابن فلان فتوقف بين يدي ربك جل جلاله، ثم المصير إما إلى الجنة وإما إلى النار. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، القرآن أنزله الله تعالى لنتدبره، وأكثر ما تتدبره أيها المؤمن وأنت تقرأ في نفسك كيف خلقت وفي أي مرحلة أنت وإلى أي شيء تنتهي. فالإنسان لا تستقيم عبوديته حتى يجيب عن نفسه عن ثلاث: مخلوق فمن خلقك، مخلوق فلما خلقت، مخلوق في الدنيا فماذا بعد الدنيا. الله يوفقنا وإياكم. جزاكم شكرا لك يا شيخ عبد الرشيد صوفي على هذه الإطلالة التدبرية. مشاهدينا الكرام، مع أول المتسابقين في هذه الحلقة من الجزائر والقارئ خالد دنيرني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب
فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. شكرا لقارئنا من الجزائر خالد دنيدني على هذه التلاوة، ونأخذ الملاحظات من الشيخ أحمد المعصراوي مبتدئين. تفضل شيخ أحمد. حقيقة الأخ خالد يعني قرأته تحتاج إلى يعني ملاحظات كثيرة أو تصويب كثير، يعني من حيث خفة الغنن دي أمرها سهل، لكن تحريكه للحروف الساكنة ذي ويضرب ذكر الله، يعني حرك الضاد حرك الكاف فخم اللم في الأصال عندما هدت وقف والله بكل شيء زاد في شيء، وهو بيقرأ الحفص حتى خبر حضرتك مثلا عندك كمان فخم قرأ بتفخيم الحرف المستفي اللي هو الفاء فض صحيح والأبصار والصاد حقيقة يعني أمور كثيرة ذكرت منها ما هو أهم شيء يعني. بارك الله فيك. نبدأ التقييم بإذن الله، تقييم المتسابق خالد دنيدني، وفي انتظار لجنة الأداء الصوتي أيضا في تقييمهم للمتسابق عن بعد. تلا علينا خالد دنيدني من الجزائر، وتم الانتهاء من لجنة الأداء الصوتي. التجويد بقي معنا الشيخ عبد الرشيد. الشيخ أحمد أنا خلصت ولا لسه؟ لا بقي يا عم. خلصت؟ نعم يا شيخ خلصت. أنا سويت. أنا سويت. أيوة ما جاتش يعني ولا إيه؟ الرقم أظام. إذن تم. شكرا لكم مشايخنا. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى المتسابق الثاني معنا في هذه الحلقة، محمد ريزا مولانا نور الدين من أندونيسيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا فرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا ولنبلونكم
وبشر الصابرين. مشاهدنا الكرام، كان معنا القارئ محمد ريزا من اندونيسيا. شيخ عبد الرشيد صوفي، ملاحظاتك على التلاوة. محمد ريزا ما شاء الله من ماليزيا، اندونيسيا. من اندونيسيا، نعم. سامحني، العفو. لا بأس. محمد ريزا من اندونيسيا، امتعنا بما اسمعنا في الحقيقة. ما شاء الله. صوت شجي وجميل جدا، فتح الله عليه. واذا كان هناك تنبيهات فنحن يعني نتمنى أن سيكون إن شاء الله من المتأهلين ويأخذها في عين الاعتبار وإن شاء الله يفهمها منا. يعني برواية كان يقرأ رواية حفص عن عاصم، وقراءة عاصم معروفة أنها من أهل التوسط يعني، فمدوده كانت زيادة شوي، فلو ينتبه بعد هذا لا يزيد في المدود فهذا أفضل. ملاحظة بسيطة، ورحمة ألحى هذه كأنه فخمها، ورحمة فقط، ما عدا ذلك يعني لا غبار على قراءته. فتح الله عليه محمد ريزا من ماليزيا. بارك الله فيك شيخ عبد الرشيد. ونبدا اندونيسيا على تلاوه القارئ وتقييم محمد ريزا. نور الدين من اندونيسيا، نشوف الصوت. وننتظر ايضا لجنه الاداء الصوتي. رفعوا كثير، أمتعنا بتلاوته. وعيبه كله في المدود يا شباب. لجنة أحكام التجويد نحن في انتظار. الله يفتح عليك، أحكام التجويد خد يا عم. بقي دكتور أحمد. إذا تم الانتهاء ما شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، كان معنا هذا القارئ من أندونيسيا محمد ريزا مولانا نور الدين. والآن ننتقل من أندونيسيا إلى الجزائر، إلى المغرب عفوا. إلى المغرب والقارئ محمد بنونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل
وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. القارئ من المغرب محمد بنون، شكرا لك ونفع الله بك ورفعك الله بالقرآن. شيخ بلال بارودي، ملاحظاتك على التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله صوته ملائكي الأخ ما شاء الله، ويعني أمتعنا بتلاوته، ولكن يعني لابد من الملاحظات لكي يستفيد هو ويستفيد غيره ويستفيد غيره. موضوع وهي خطفها خطفا وهي تجري وهي تجري، ما قال وهي تجري، خطفها خطفا ثم بعد ذلك فخم الميم وكان في معزل، مع الميم والعين معزل، هذا لا يصح. ثم البدل كأنه قرأ البدل ست حركات، يعني كانوا في ست حركات. ثم الجودي مدها واستوت على الجودي، وكذلك عندما انتهى قال بل فلا تسألني ما ليس لك بي علم، فما حقق لا الميم ولا اللام لأن اثنين حروف بينية. قال علم، هي علم حتى يتبين هذه الأحرف، ولكن بالإجمال قراءته جميلة وتحتاج إلى هذه التهذيبات.
فتح الله عليك. جميل قراءة الله يفعل. جميل جميل صراحة. وهذه القراءة التصويرية للمعنى. رائعة رائعة. هناك أحرف أخ عبد الله. الدكتور بكى يعني والله ما مزح. الله يكتب أجرك. أخ عبد الله هناك أحرف بالقرآن الكريم لها أسرار. سبحان الله. وهذا استعمال يعني الله جل جلاله لأن أحكمت آياته ثم فصلت. كل شيء في القرآن له ذوق. فمثلا عندما نسمع هذا المقام الذي قرأ به التصويري وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا. شوف هذا المقام الرهبة يعني هذه حروف كلها قوية شديدة تصور هذا المنظر الهائل. مثلا لو انتقلنا إلى مثلا إلى آية أخرى فيها رحمة وعاطفة نرى مثلا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون هالكين. حروف كلها همسية ضعيفة فتختلف. صحيح. سبحان بارك الله فيك. هذا الله رائع. شكرا لك شيخ بلال. مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى التقييم. نبدأ تقييم مشايخنا لقراءة القارئ محمد بن نونة من المغرب التجويد ولجنة الأداء الصوتي. لجنة الأداء الصوتي تم الانتهاء. بقي مشايخنا شيخ بلال وشيخ عبد الرشيد. ما شاء الله تم الانتهاء. مشاهدينا الكرام نكمل معكم المسير مع كلام الله عز وجل بعد فاصل. كونوا بالقرب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نكمل معكم استماع لكلام الله سبحانه وتعالى والتعلم لأحكام التجويد وما يذكره مشايخنا الكرام من تدبر لهذه الآيات العطرات مع المتسابق الرابع في هذه الحلقة من ليبيا والقارئ محمد فتحي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم.
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى تلاوة القارئ محمد فتحي محمد من ليبيا. نستمع الآن إلى الملاحظات. تفضل شيخ أحمد. الحقيقة محمد يعني قرأته محققة فيها شيء من التأني، وأنا بلاحظ على أبنائنا في ليبيا أغلبهم قراءتهم حقيقة قراءة مدققة محققة تعجبني، ولذلك كثيرا ما يحرزون المراكز الأولى في معظم المسابقات. نعم، من حيث الأداء. نعم، مش دعوة بالصوت أنا، لا، إلا أن لاحظت عليه هو كان يقرأ لقالون برواية قالون عن نافع، ولذلك لا أعد عليه لما قال منذرون ذكرى، لأنه هو في الوقف الهبطي هكذا. ولكن لما قال فإن عصوك خطف العنقد مرة، وقال المعذبين ركن شيئا ما على الذال، هذه ملاحظات. لكن المهم في القضية هنا هو يصل الآيات ببعضها، مش مشكلة إذا كانت هناك معاني متصلة بالآية بالتي تليها مهلا بي، وده مش مشكلة. لكن عندما قال وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، معروف إن في اللغة واللغة العربية هي ركن ركين من أركان القراءة الصحيحة، أحد أركان القراءة الثلاثة. فهنا إن معلوم إن المكسورة يبدأ بها الكلام، تقع في بدء الكلام، فما كانت هناك داعي نهائي نقول وتقول في كسر السجدين إنه السميع العليم. مثل هذه الأمور كان الأول أن يقف ثم بعد ذلك. نعم، نعم. فتح الله عليك بداية آية. نعم، فتح الله عليكم. نبدأ التقويم مشايخنا الكرام، وأيضا في انتظار تقييم لجنة الأداء الصوتي لتلاوة القارئ محمد فتحي من ليبيا. محمد فتحي محمد من ليبيا تم تقييمه من قبل لجنة الأداء الصوتي، وبقي لجنة أحكام التجويد. خلصنا. شيخ بلال انتهى. نعم. شيخ أحمد انتهى، والشيخ عبد الرشيد. شكرا لكم مشايخنا. مشاهدينا الكرام، من المتسابق الخامس والأخير في هذه الحلقة من مصر، القارئ محمود محمد عبد الفتاح إبراهيم. نستمع لتلاوته ثم نعود إن شاء الله. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري
جميلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. شكرا لقارئنا من مصر محمود محمد عبد الفتاح على هذه التلاوة ونستمع لملاحظات الشيخ عبد الرشيد. الشيخ عبد الرشيد ملاحظاتك. ما شاء الله القارئ الشيخ محمود هو قارئ فعلا ما شاء الله قراءة رزينة غير متكلفة يعني وكأنها تخرج من أعماق القلوب لتصل إلى أعماق القلوب يعني ومع حسن الصوت الجميل الذي حباه الله أيضا راعى فيها الأحكام يعني أنا أتعسف وأتجنى لو قلت أنا لاحظت عليه شيء قرأت زمان رزينة قرأت رزينة ما يعني ربما اعترف مدخل الصدق نقص شوية من الغنة ولكن أبدا هذا لا يعيب في قراءتي ما شاء الله فجزاه الله خير وبارك الله فيه وأسمعه الله كل خير كما يقول أخونا اللهم أمين اللهم أمين إذا نبدأ التقييم لقارئنا من مصر محمد محمود محمد عبد الفتاح إبراهيم محمود محمد عبد الفتاح إبراهيم مصر لجنة الأداء الصوتي انتهوا من تقييمهم والله ما هو ما أعطوه شيء أنا قلت لك يا مولانا أنا ماليش دعوة بالصوت لكن هو قرآن وما فيه والله قرآن لننتظر منكم الانتهاء أنا خلص الشيخ أحمد انتهى
شيخ بلال ما شاء الله ما شاء الله. خلصت يا سيدي التجويد. شكرا لكم مشايخنا. ممتاز. مشاهدينا الكرام، من منهم سيتأهل للمرحلة القادمة؟ أمتعونا بتلاواتهم، لكن من منهم سيتأهل للمرحلة القادمة؟ نتعرف عليه بعد الفاصل، كونوا بالقرب. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنتعرف من القراء سيتأهل للمرحلة القادمة. القارئ الأخير الذي قرأ علينا ما تيسر من سورة الإسراء ومر على آية عظيمة شيخ بلال، يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره ومكانته، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول ولولا أن ثبتناك. حدثنا عن هذه الآية. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا يجد الإنسان مادة ثبات له في طريقه وسلوكه الله تعالى مثل كتاب الله تعالى، فالله تعالى ثبته بالوحي. ولولا أن ثبتناك، لأن لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك أي بالوحي. فالله جل جلاله أسعفه بالوحي وحاشا أن تزل قدمه، ولكن الله جل جلاله خاطبنا به، خاطب أمته به. والله تعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ففعل المواعظ الربانية في كتاب الله تعالى هي أرقى مقامات التثبيت. فالله تعالى ثبته لأن أعداءه يحاولون أن يحرفوه عن بعض ما أنزل إليه، ليس عن كل ما أنزل إليه، هم يكتفون بأن يميل ميلة واحدة، ولكن الله تعالى قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل وحاشاه أن يتقول عليه، ولكن الله ثبته بهذا الوحي. فما أحوجنا نحن فيما نعيشه من فتنين أن نرتشف من معين التثبيت، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا ثبات. شيخ أحمد، إضافةً يعني لما قاله الشيخ، هنجد أن ذكر الله سبحانه وتعالى لذكر التثبت أو التثبيت في القرآن جاء كثيرا، وفي قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بقوله ثبت في الحياة في الآخرة، ويفعل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك لنا كثيرا، فكثيرا ما كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. تسأل السيدة أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله أراك تكسر من هذا الدعاء؟ ماذا قال لها؟ قال يا أم سلمة: إن قلوب العباد بين أصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فالتثبت ده يعني تثبيت. كلنا في أشد الحاجات إليه. أيوة. نعم. أن نكثر من هذا الدعاء حتى يثبتنا ربنا. اللهم صل على الشيخ عبد الرشيد. أيضا تعليم للأمة. نعم. أن خير خلق الله رسول رب العالمين هو بنفسه يقول ربي إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. هذا كلام الرسول، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم مشايخنا على هذه الإضاءات الجميلة. مشاهدينا الكرام، استمعنا في هذه الحلقة لمجموعة من القراء من إندونيسيا وليبيا والجزائر ومصر والمغرب، لكن ما منهم سيتأهل للمرحلة القادمة؟ حصل على المركز الخامس معنا في هذه الحلقة، ونبدأ به خالد دنيدني من الجزائر، الرابع محمود محمد من مصر، الثالث محمد بنونة من المغرب، أما الثاني محمد فتحي ليبيا، وأما الذي سيتأهل للمرحلة القادمة محمد ريزا من أندونيسيا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم على خير في لقاءة قادمة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.